السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله معادنا مع نص العلم واجب للصف الثاني الاعدادي. النص ده سهل جدا 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 وكلماته سهلة جدا جدا للشاعر جميل صدقي الزهاوي. طبعا انتوا هتستغربوا الاسم لانه هو اصلا شاعر عراقي مش شاعر مصري. ولد سنة 1863 وتتلمذ يا ولاد على ايد الشاعر محمود سامي البارودي اللي هو الشاعر المصري، ومنح وسام الاستحقاق عن درجة ممتازة. تمام يا ولاد؟ وبس هو دي المعلومات اللي عنه، مش هناخد معلومات كتير. يبقى ولد 1863 ونعرف ان هو شاعر عراقي وتتلمذ على يد الشاعر محمود سامي البارودي، وان هو اخد وسام الاستحقاق للدرجة الممتازة. تمام يا ولاد؟ تمام. الشاعر بيقول لي ايه؟ العلم واجب، يعني واجب على كل إنسان إن هو يتعلم. وبدأ بقى يقول لي العلم نور بين أيدي المرء في كل المطالب، والجهل أشبه بالظلام يحفه من كل جانب. العلم يعفي المرء في الأعمال من ثقل المتاعب، في العلم تخفيف لما يعر الحياة من النوائب، في العلم توسيع لأبواب التجارة والمكاسب، في العلم إصلاح المفاسد والعقائد والمذاهب. أنا لا أوفي ذكر مال العلم من غرر المناقب، يا قوم إن العلم بالإجماع محمود العواقب، يا قوم إن العلم ثم العلم ثم العلم واجب. طبعا أنا بتأسف جدا جدا للخط، ولكن الخط بتاع الآية القرآنية برضو أنا كتبت بسرعة يا سنة تانية. أرجو أن أنتم ما تركزوش معايا أو في الخط عشان بكتب بس بسرعة، وعشان كمان السبورة تكفي النص كله. تمام. بدأ الشعر بيقول لي العلم نور بين أيدي المرء في كل المطالب، يعني هنا تصوير للعلم بالنور. هو بيصور للعلم بأنه نور بين إيدين الإنسان المرء، يعني الإنسان. العلم نور يعني ضياء، طبعا كلنا عارفين معنى النور يعني ضياء. بين أيدي المرء يعني الإنسان في كل المطالب، يعني كل مطالب الحياة، في كل حياته ومطالبه وأموره ومسؤولياته. كل مطالب الإنسان اللي بيحتاج فيها للعلم بيلاقي العلم دايما بينور له طريقه. أي حاجة عايزها وهو إنسان متعلم بتكون سهلة جدا جدا، والعلم بيسهل له كل حاجة. يبقى العلم نور بين أيدي المرء، يعني بين أيدي الإنسان في كل حياته وفي كل مطالبه. العكس بقى أو المضاد بقى أو في المقابل، الجهل أشبه بالظلام. أكيد بدام العلم نور يبقى الجهل إيه؟ ظلام. والجهل أشبه بالظلام يحفه من كل جانب. يحفه يعني يحيطه، يحيطه من كل جانب، يعني من كل اتجاه. بيحيط من يا ولاد؟ بيحيط صاحبه، بيحيط صاحبه اللي هو صاحب الجهل، يعني الإنسان الجاهل. بتلاقي الجهل ده زي ظلام بيحوط الإنسان ده من جميع الاتجاهات، مظلم عليه كل حياته، مش قادر يعمل أي حاجة. كل ما يجي يعمل حاجة في حواليه ظلام. فالجهل يا أولاد مثل الظلام، يحيط صاحبه من كل جانب. أما العلم فهو نور يضيء لصاحبه الطريق وينير له الطريق في كل مطالب الحياة وفي كل أمور حياته. العلم يعفي المرء في الأعمال. العلم يعفي، يعفي المرء يعني إيه؟ كلمة يعفي المرء يعني يبعده عن، يعني يبعد الإنسان يعني في الأعمال من ثقل المتاعب، يبعد عنه ثقل المتاعب. ثقل يعني إيه؟ حمل. ثقل يعني إيه؟ حمل. المتاعب يعني المصائب والمشاكل. الإنسان لما يكون يا ولاد متعلم بيبعد المرء، العلم ده بيبعد المرء عن أي حاجة متعبة. تلاقي دايما دماغه شغالة بتسهل له كل الحاجات اللي حواليه. فدايما الإنسان المتعلم بيبعد عن عن المتاعب وعن. تمام يا ولاد؟ يبقى الإنسان المتعلم دايما بيبعد عن العلم بيبعده عن المشاكل وعن المتاعب وعن تحمل المشقات، يعني عقله بيهدي للحاجات اللي بتكون سهلة ليه. في العلم تخفيف لما يعر الحياة من النوائب. يعني ايه في العلم تخفيف؟ يعني تسهيل. كلمة تخفيف يا ولاد يعني تسهيل. في العلم تسهيل لما يعر الحياة من النوائب. يعر يعني يصيب.
يعره يبقى في العلم تخفيف يعني تسهيل لما يصيب الحياة من النوائب يعني المصائب والمصاعب، المصائب والايه والمصاعب. تمام يا ولاد؟ يبقى العلم دايما بيخفف لي، كل ده عمال يمدح في العلم، العلم بيخفف لي كل المصائب اللي بتواجهني، بحس ان هي خفيفة وسهلة ويسيرة عليا وبتمر عليا ايه بسهولة، او بيقلل منها، ما بيخليش عندي مصائب ايه وكوارث كتير. طبعا غير لما يكون انسان جاهل وعمال يتخبط في الحياة ويعمل حاجات كلها غلط في غلط، فتلاقي دايما في عنده ايه مشاكل. ولكن الإنسان اللي عنده علم وعنده ثقافة دايما بتكون كل حاجة سهلة عليه. في العلم توسيع لأبواب التجارة والمكاسب، يعني لو إنسان تاجر ومتعلم هيوسع أبواب الإيه الرزق بتاعه، لأن عنده دماغ شغالة كويس، فهيشتغل كويس وهيجتهد وهيتعب وهيحافظ على أمواله وهيحافظ على حاجته، فهيكبر إيه التجارة بتاعته وهيكبر المكاسب. يبقى في العلم توسيع لأبواب التجارة والمكاسب، يعني الأرباح. المكاسب يا ولاد يعني الإيه الأرباح. تمام كده يا ولاد؟ تمام. في العلم إصلاح المفاسد والعقائد والمذاهب، يعني لو في أي مفاسد يعني حاجة فاسدة، طبعا مضاد إصلاح مفاسد، يعني هما الاتنين بينهم وبين بعض تطابق. في العلم إصلاح المفاسد، يعني لو في أي مفاسد ومهالك، مقصود بالمفاسد المهالك أو أي حاجة فاسدة، العلم دايما بيصلحها. إصلاح يعني تصليح المهالك والمفاسد والعقائد والمذاهب. العقائد اللي هي جمع عقيدة يا ولاد، اللي هي الدين والإيمان يعني. المذاهب يعني الآراء مثلا والنظريات والحاجات اللي أنا بمشي إيه وراها وبذهب وراها، ماشي يا ولاد؟ والعقيدة العقائد المقصود بها اللي هي العقيدة اللي هو الدين يعني. ففي العلم إصلاح لكل المفاسد وكل العقائد وكل الإيه المذاهب، يبقى ده العلم في إصلاح لكل شيء. أنا لا أوفي ذكر ما للعلم من غرر المناقب، أنا مهما اتكلمت عن العلم وقيمة العلم مش هدي للعلم إيه حقه، مش هوفي حقه. أنا لا أوفي يعني لا أعطي. ماشي؟ ذكر ما للعلم، ذكر يعني تذكر. ما للعلم من غرر المناقب، كلمة غرر يعني فضائل. تمام؟ غرر يعني فضائل، هي مقصود بكلمة غرة اللي هي القطعة البيضاء أو على جبهة الفرس، الحاجة البيضاء أو شيء أبيض يعني بيكون على جبين الفرس، هي دي معنى كلمة غرر. ولكن المقصود ده عشان هي بتحلي الفرس فبتبقى حاجة جميلة، فهو المقصود بها الجمال اللي موجود في العلم مهما ذكرت من محاسن فضائل او محاسن. تمام يا ولاد؟ يبقى غرر يعني محاسن وفضائل المناقب يا ولاد يعني برضو المحاسن والجمال والفضائل. يعني انا مهما ذكرت اي كلام عن العلم مش هوفي للعلم ايه قدره. يعني الشاعر هنا بيقول ان هو مهما ذكر فيه فضائل العلم مش هيخلص ومش هيوفي للعلم ايه حقه، لان فضائل العلم اكتر واكتر. يا قوم، هنا بدأ ينادي، اسلوب نداء طبعا غرضه الايه التنبيه. يا قوم ان العلم بالاجماع محمود العواقب، يعني ايه ان العلم بالاجماع؟ بيأكد ان العلم بالاجماع يعني بالاتفاق بيننا كلنا، كلنا متفقين بالاجماع يعني بالاتفاق. فالعلم بالاتفاق محمود العواقب، محمود يعني طبعا محمود مضادها مذموم، بس هي محمود يعني حسن، حسن العواقب. تمام يا ولاد؟ العواقب يعني النهاية والخاتمة، النهايات والخواتم يعني، لأن هي هنا جمع فهنخليها بالجمع. فهي دايما نهاية العلم بالاتفاق بين كل الناس، دايما نهايته بتكون نهاية محمودة ونهاية حسنة ونهاية طيبة. تمام؟ يبقى هنا محمود معناها حسن وطيب، طيب العواقب يعني طيب الخواتم والنواهي. يا قوم والنهايات، والنهايات مش النواهي معلش، والنهايات
يا قوم إن العلم، بينادي تاني، أسلوب نداء تاني، تكرار النداء هنا للتنبيه، يا قوم إن العلم، بيأكد إن العلم، ثم العلم تاني، بيكرر العلم، ثم العلم 3 مرات واجب. يعني بعد ما قال لكم كل الكلام ده في العلم وقيمة العلم، وإن العلم ده بيفتح للسكك وبيصلح للفاسد ومحمود دايما العواقب، وإن الجهل ظلام، وإن العلم بيوسع أبواب الرزق، قال لي في الآخر يا قوم إن العلم، أصله مؤكد بإن، ثم العلم تاني، تكرار العطف هنا بغرضه التوكيد، بيأكد ثم العلم إيه، واجب يعني، واجب يعني فرض ولازم على كل إيه، على كل إنسان إن هو يتعلم. تمام يا ولاد، سهل جدا جدا جدا، ما فيش فيه أي كلام صعب. طبعا البيت الأول ده هو كله بيبين لي قيمة العلم، وبيعرفني إن العلم إيه النور، وفي تصوير للعلم بالإيه، بالنور الذي يضيء للإنسان، وبيسهل له كل الإيه المطالب. والبيت الثاني في الاثنين دول بينهم وبين بعض تضاد بالظبط. البيت الثاني ده بيصور برضو الجهل بالايه، بالظلام، وايه اللي بيحوط على صاحبه من كل ايه اتجاهه، من كل ايه جانب، ويحفوه من كل جانب، ده تعبير جميل يدل على ان الجهل يحيط بصاحبه ويلازمه من كل الايه الاتجاهات. طبعا هنا لو قال لي اي فعل، هنا قال لي لما عبره بالفعل المضارع اقول له للتجدد والاستمرار واستحضار الايه الصورة، وشبه لي هنا العلم بإيه، بإنسان يحمي يحمي المرء من كل المتاعب، يعني بيبعد عنه كل الإيه المتاعب. وبيقول لي إن العلم فيه توسيع لأبواب، العلم تخفيف لما يعرو الحياة من النوائب. يبقى صور لي برضو العلم بإيه، بشيء مادي يسهل على الإنسان كل إيه حياته، وبيبعد عنه كل الإيه المصائب. وشبه لي هنا يا اولاد العلم باداه تقوم بتوسيع الايه التجاره، او ان هو بيساعدني في توسيع التجاره والمكاسب. وشبه لي كمان التجاره والمكاسب بالمدينه التي لها ايه ابواب. تمام يا اولاد، والعلم بيقوم بتوسيع هذه الايه الابواب. في العلم اصلاح المفاسد والعقائد، ده بيبين اثر العلم في المجتمع وفي عقائد الانسان. وقال لي هنا ان هو مهما قال عن العلم مش هيوفي للعلم ايه حقه. تمام يا ولاد، طبعا اسلوب نداء غرضه التنبيه، وان العلم بالاجماع ده اسلوب مؤكد، وهنا في برضو تأكيد بتقديم الجر والمجرور اللي هو بالاجماع، وتحت برضو اسلوب مؤكد بان، والعطف هنا يفيد الايه التوكيد. بكده نكون احنا خلصنا سنة تانية التعبيرات الجمالية اللي موجودة في النص. أرجو أن أنتوا تكونوا فهمتوها واستوعبتوها. طبعا احنا بيجينا اختياري، فهيركز لنا بقى في الحاجات اللي هي ايه، علاقة البيت ده بالبيت ده، يعني طبعا هيكون بينهم وبين بعض تضاد يقول معنى ويوضحه. هنقول مثلا كلمة إصلاح والمفاسد بينهما تضاد يقول معنى ويوضحه. وهنقول كمان هنا ما شبهناه، بيقول العلم يعفي المرء في الأعمال من ثقل المتاعب، شبهنا المتاعب بالثقل والحمل اللي بيحمله الإنسان. وكمان شبهنا هنا التجارة والمكاسب بالمدينة اللي لها أبواب، والعلم بيساعد في توسعها. وممكن يقول له أسلوب النداء هنا غرضه إيه، نقول له غرضه التنبيه والاستمالة، يعني بيستميل الناس كده وبيستعطفهم يعني عشان يسمعوا كلامه وينتبهوا للعلم. هيقول لي مثلا ليه عطف كلمة العقائد، المذاهب على كلمة العقائد، أقول له للتنوع والتعدد يعني. وليه الشاعر عبر بالضمير المتكلم أنا، أقول له طبعا لاعتزاز الشاعر وثقته في رأيه واعتزازه بنفسه. والعلم نور، طبعا تصوير للعلم بالنور، والجهل أشبه بالظلام، تصوير للجهل بالإيه بالظلام. أرجو أن أنتوا تكونوا دي سنة تانية فهمتوا النص واستوعبته. لايك بقى للفيديو واشتراك للقناة لو كنت لسه ما اشتركتش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.